اما هلا هايدي ننتقل لموضوع جدا مهم، اجراء عمليات التجميل. يمكن بالعشر سنوات الاخيره عم نشوف شمل جميع الشرائح والاعمار. فينا نقول كنا قبل نشوف بعض الاعمار الشابه او اللي عم تقرب من الخمسين، اليوم عم نشوف اعمار صغيره، اليوم عم نشوف الرجال اساسا كمان صاروا شريك الى جانب النساء. عم نشوف فيه لها تاثير كثير كبير على شخصيه الاخر. يعني ممكن ناس تلاقيها انه بتقول لك انا بعمل عمليه تجميل بتاثر على نفسيتي، انا مع عمليات التجميل لانه في ناس فعليا بيكون عندها مشاكل، بتلاقي بتفرق شخصيتها بتفرق نفسيتها، بس صحيح. بالاول الاخير عم تحسي صار الموضوع مثل هوس، لانه في تشابه كثير كبير باجراء العمليات بين النساء، عم تحسي بيشبهوا بعض. خصوصا نور يمكن اليوم مع تطور تقنيات الطب التجميلي كثير عم نشوف الموضوع صار سهل وبسيط، انه الصبيه تحصل على الجسم المثالي اللي بدها اياه، على الانف الصغير، على البشره الصافيه. ورغم هيك عم نشوف صحيح نسبه كثير كبيره من الصبايا والسيدات اللي عم يلجؤوا لعمليات التجميل بشكل كثير مبالغ فيه، بشكل مهووس اكثر، يمكن بسبب تاثير اليوم الموضه، تقليد المشاهير على السوشيال ميديا كثير مهم. صحيح. فرح نحكي اكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اليوم بداخل الاستوديو، الاستشاريه الاجتماعيه رندا علي ديب، خبيره الاستشاري الاجتماعي. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا، اهلا بصباحك. صباحك يسعد صباحك. اليوم موضوع مختلف نحكي عنه رندا، ويمكن بالآونة الأخيرة عم نشوف فعليا إجراء عمليات تجميل صاير بشكل كتير كبير رغم ارتفاع الأجور. يعني قبل كنا نشوف لأنه كان نحن أساسا ما في تكلفة كتير عالية في سوريا، اليوم عم نشوف فورا الناس حتى بعمر صغير، يعني قبل ما كنا نشوف بال 16-17، حتى الأهل ما كتير يرغبوا، بتلاقي السيدة أو الصبية يعني بدها وقت كتير لتقنع أهلها لتعمل عملية تجميل. اليوم لا، الكل عم يتوجه لإجراء عمليات التجميل بطريقة نوع من الهوس، وبنفس الوقت في استنساخ من الصور عم يكون. فخلينا نحكي عن إجراء عمليات التجميل اليوم، أصبح ضرورة يعني عم تحسيها ولا لا؟ فعليا دخلنا بمرحلة فعليا بعض الأشخاص أو نسبة كبيرة صار موضوع هوس. هلا بداية لما كان أساسا فكرة التجميل سواء كان جراحي أو غير جراحي، اساسا كان وجوده او ان وجد هالاختراع كان لحتى يتلافى تشوهات معينه. صحيح. او حتى يكون في تحسين للشخص سواء بالشكل سواء بنفسيته بتصير احسن. ولكن الموضوع لما بلش يصير منتشر اكثر، صار في تطور اكثر، انتقل الموضوع من التحسين اللي هو جزء كثير مهم منه، هو ضروري للشخص. صحيح. لحتى صار مو تحسين ولا تعديل، صار تغيير. هون صار في مشكله برؤية الشخص عن نفسه، سواء شاب أو بنت، سواء عمره كبير أو صغير. دائما نحن اللي بنعرفه أنه بعد الأزمات اللي بيتعرض لها الشخص، وخصوصي ضمن جماعة مثل الحروب مثل الكوارث، دائما بيظهر بعدها هذا النوع من التوجه اللي هو لإجراء التغييرات والتعديلات بالشخص. بيجي على ثلاث أو ما رح حدد لك العدد، ولكن هو بيكون في له كذا اتجاه وكذا سبب، منهم هو الحفاظ على الذات أو على الحياة، إنه الحفاظ على الشباب، إنه أنا بدي حافظ على عمر الشباب أكبر فترة ممكنة ولو كان بس بالظاهر. يعني رندا اليوم لما نحكي عن عمليات التجميل دائما يمكن بنذكر المخاطر الصحية يلي ممكن تظهر، لكن بجانب آخر في عنا البعد النفسي يلي عم بيأثر كتير على شخصية الإنسان، على ثقته بحاله. خلينا نوضح هذا الجانب، قديش مهم اليوم ننتبه له. ذكرتي بمقدمتك موضوع كتير مهم اللي هو السوشيال ميديا وحتى المؤثرات اللي عم تكون بالأجهزة الإلكترونية، كيف أنا ممكن أعمل بصورة معينة، بعمل إفكت معين، بعدل بالصورة فأنا بطلع أحلى. دائما في يعني بالواقع لما تكوني عم تفرجي على حالك بالمرايه، صورتك مختلفه تماما عن كاميرا الموبايل اللي صحيح. فمختلفه عن الشخص كيف بيشوفك. فانت في عندك لا تكوينك انت لرؤيتك عن نفسك دائما يمكن السؤال ايه احلى عم بيكون. ايوه تماما، هو بيكون في ثلاث آراء مختلفة عن ذاتك، هذا غير رأيك أنت عن ذاتك. صحيح. هون دائما الجانب النفسي بيكون أنا لما بدي أعطي أخذ رأي شخص تاني عني،
فهو مع مثل ما بنقول مع العشره ما بعد انا بشوف شكله، بصير بشوف اطباعه او بشوف افعاله. فهون الشعور بالانجاز، الشعور بالامكانيات اللي انا بقدر اقدمها لمجتمعي او لنفسي او لمحيطي، هذا بيعطي رأي الشخص فيني. فأنا هون بكون أنا مناسب عن نفسي، بيكون في عندي رضا بالذات معين، بيكون في عندي تقدير ذات معين، بيتصاعد وبيزيد مقارنة مع إنجازاتي ومع قديش أنا مثل نحن ما بنستخدم إنه هذا شخص متصالح مع نفسه. ساعتها هون بيخف. أنت تعرفي شو رأيك أو كيف أنت مبينة على الكاميرا أو أنت كيف مبينة على المرأة؟ ولكن نحن مثل ما قلنا في شيء اسمه صراع، في شيء اسمه تأثير المحيط، لهيك مثل ما قلتي انه بيكون في تشابه بالاستنساخ. هي نقطة كثير مهمة بدي اوقف عندها لأنه لازم نحكي عنها، تأثير المحيط. يعني لما اقول انا اليوم عم نحكي عن الجانب النفسي وهذا جدا مهم، المحيط اساسا صاير قاسي. يعني حتى لو كنتي حلوه انه بيقول لك انت حلوه بس لو بتعملي هيك، يعني حتى جدا جدا، وانه بس حتى لو يعني المحيط صاير قاسي بالنقد، يعني قد حتى لو كنتي شو ما كنتي بتلاقي دائما في نحن بنسميها بالعامه بيكسر من مقاديفك، ما في هي الطاقه الايجابيه والدفع اللي كثير كبير اللي بنحكيها، وهذا بياثر. يعني حتى لو الشخص عنده خلل بسيط بشخصيته او نفسيته حابب يعمل عمليه تجميل، اراء الاخرين احيانا بتكون جارحه. يعني بنشوف بالمحيط حتى عندنا بالمجتمع او الدوائر الصغيره بتلاقي ناس بتتاثر بشكل كبير، فعليا بتتجه لعمليات تجميل بخصوص هذا الموضوع. وهي نقطه منيحه، يعني هي نقطه مهمه اللي لازم نحكي عنها، قد مهم يعني ما تعطي رايك، خلص احتفظ فيه لحالك، اذا انت مو بدك تحكي كلمه منيحه احكيها، بدك لا. واليوم عم نشوف يمكن بياثر على السن يعني الاعمار الصغيره، يعني اليوم فعليا يعني شخصي. قبل ما كنا نشوف مثلا اجراء عمليات تجميل لبعد ال 25 30، اليوم 16 17 15 20 اعمار جدا صغيره، ولما تعمل عمليه تجميل بتلاقيها فجاه صارت صبيه، كمان له اثر كثير بعد أكيد. نفسي اكيد. هلا الفكره هون مثل ما ذكرنا كل مجتمع بيصير بيتبنى ثقافه معينه، ودائما مثل ما قلت لك هذا بيصير بعد الازمات، لما بيصير بيستسهل الموضوع. يعني بالاول من زمان كان كثير صعب انه شو تخضعي لتخدير او تعملي عمل جراحي، انت لسه صغيره هذا بياثر. هلا لا، صار هلا ضروره انت تشعري بالرضا ضمن المجموعه، خصوصي بالاعمار الصغيره او باول فتره المراهقه، لحتى بيقولوا نحن صغير انه انا خلص انا لا تقلي لي صغير كبير، بالعكس لما بيكبر بصير بده لا يبين بعمر اصغر. صحيح. هذا الصراع اللي بتعيش فيه الفئات العمريه المختلفه، دائما بيكون بده يحاول يحصل على الافضل، ولكن التنمر السائد كمان بيلعب دور. تماما. في عنصر كثير مهم هو العنصر المادي. لما بيكون في العنصر المادي متوافر لدرجه الترف، فهو بيصير بيستسهل اكثر العمليات الجراحيه اللي ممكن يخضع فيها لتخدير، ممكن يعمل تغييرات جذريه بالشكل. بنسمع بصير كيف مثلا ما لدرجه بالنسبه للمراهقين قطعه ثياب مثلا او موديل معين، فهو نفس الشيء بتقول لك انه هلا دارج شكل العين كذا. هون بيجي دور الاهل بالموضوع، انه انا لما بشوف بنتي او ابني بلش يتوجه بهذا الالحاح او بهذا اللي عم بيتحول لهوس، انا دائما حاول اعزز له تقدير الذات عنده، ثقته بنفسه، حاول دائما حطه بانشطه جماعيه رياضيه، خليه يشوف حاله باماكن ثانيه غير الشكل الظاهر او السطحي، علمه يفكر بعمق اكثر. تمام. يعني خلينا نكون واقعيين اكثر، اليوم مو بس الصبايا والسيدات عم يلجؤوا للتجميل، عم نشوف حتى الشباب عم يلجؤوا لعمليات التجميل، ورغم هيك عم نشوف انه نظره المجتمع عم تكون مختلفه، عم بيكون في كثير تنمر عليهم، شو الدافع النفسي اليوم حتى عم بيخلي هدول الشباب يلجؤوا لاجراء عمليات تجميليه؟ بحكم التغييرات اللي عم تصير بالمجتمع، عم تكون المرأة شخص عامل موازي تماما للرجل، فهون عم بيكون في ما راح اقول لك مساواة، ولكن راح بيكون في تنافس على درجة متساوية بين الجنسين.
هون بيصير في انه انا كيف بدي حافظ على وجودي، كيف بدي حافظ على عمر معين، خصوصي هلا عم بيكون في تاخر كثير بالزواج، فدائما عم بيحاولوا يحافظوا الشباب والصبايا على عمر معين، بيحاولوا يحافظوا عليه أكثر ما يمكن بالشكل، هذا غير الهوس بالأندية الرياضية، فهذا اللي عم بيكون الموجود بشكل كتير منتشر واسع بالنسبة للشباب، فهو ما كتير بيختلف عن البنت بسعيها للحفاظ على نفس درجة الاهتمام تماماً، لأنه هو راجع للحفاظ على البقاء والحفاظ على شكل معين. أنا لما يكون عندي رضا معين بين أقراني اللي مع العمر ما بيكون نفس الأقران، بيكون من نفس الفئة العمرية، بتكون مثلا من جيل إنه ضمن العشر سنين فانا يعتبروا من جيل واحد، فانا بيحاولوا دائما يكونوا يحافظوا على هاي السوية تماما. طب خلينا نحكي، بما انك استشارية اجتماعية، خلينا نحكي عن الخطورة النفسية الاجتماعية اليوم للهوس بإجراء عمليات تجميل. يعني في كتير حكي حكيتيه هو فعليا ضمن المنطق، يعني عم نشوف السيدة عم تعتني بنفسها، عم تحافظ على جمالها ضمن الإجراء البسيط لعمليات التجميل، وقديش فيني حافظ على الشباب، هي أمنية كل صبية. بس لما نحكي فات لموضوع، يعني فتنا لموضوع الهوس، لما يكون في إجراء بشكل دائم بشكل بعمر صغير، يعني حتى بمحيطنا بنشوف شخص أو شخصين تلاقيهم طول الوقت عمليات تجميل، فيلر، بوتوكس، عم شوف هون عم شوف هون، هذا قديش له انعكاس على المجتمع او النفسيه اليوم، بياثر على المحيط. حتى بتحسي مثلا البنت مثل امها، يعني بتلاقي في استنساخ بطريقه جدا غريبه. هلا هو بيكون بالبيت هو بيصير يعني وراثه بيئيه، طول ما الام عندها عدم الرضا هو فعلا مشكله حقيقيه، وانت حتشوفي انه هذا معمم مو بس على الشكل، يكون في عدم رضا بانجازاتها، عدم رضا بالموجود عندها، نفس الشيء عدم الرضا بشكلها او بالشيء اللي عم تعمله. هي بتبلش بخطوات بسيطه، بعدين بقى بتنتقل لتصير مثل مو بس هوس، بصير مثل ادمان، بيكون في عندها دائما، بعرف سيدات انه بشكل يومي كل ما مرقت على المرايه لازم توقف شوي. في فئه ثانيه ابدا ما بتوقف، يعني ابدا ولا بتعطي مجال لحالها انها توقف تشوف مثلا وشها او تشوف جسمها على المرايه. هلا هون هذا الخوف او هذا الصراع اللي موجود بيكون عند الام تنقله تلقائيا لبنتها، خصوصي لما بيكون بالمراحل العمريه الاولى، فبصير هذا هاجس عندهم لانه انا دائما كون عم تابع. لما بيكون في هذا الهوس بيصير في تهور، انه انا مثلا سمعت بهذا الدكتور او سمعت بهذا المختص فانا بدي اروح اجربه، رحت جربت هي بتسمعيها كثير، راح اجرب هذا الدكتور كان راح اجرب اكله تماما، بتسمعيها كثير صحيح تماما. فهون نحن وقعنا بريسك انه يمكن ما تكون ناجحه هاي العمليه صحيح. بعرف الاشخاص عملوا عمليات تجميل للانف فكان في خلل بالتنفس، اضطروا يرجعوا يعيدوا العمليه اثرت على شكل التم، ففاتت بهي الدائره وبهي الدوامه صحيح. استسهلت وجودها ضمن العمليات وتحت التخدير، وبلشت انه تسترعي انتباه الموجودين انه شو مغير فيكي، فهذا عنصر الجذب للمحيط كمان بيدفعها لانها دائما تكون بهذا التجديد، وهذا بيضل اسهل لها صحيح. مع انها وبالوقت بيكون انه خلص بتعمل عمليه باسبوع صار في تغيير معين، حصلت على جذب معين من المحيط تمام. اليوم يعني بنشوف كثير من الاشخاص بيمروا بظروف صعبه بحياتهم، بفشل بدراسه او بعلاقه معينه، بنشوفهم هنن هون بيلجؤوا لعمليات التجميل، هذا اللجوء عن جد ممكن يجدد نفسيتهم، ممكن يجدد من شخصيتهم، ممكن يعطيهم ثقه اكثر. هلا دائما لما نحن كثير بننصح خصوصي فئه الشباب المراهقين، لما بيكون في شيء معطل لحياته او عامل له مثل عارض نفسي مشكله له، فلا ليه لحتى ما يعمل، هو انوجد اساسا فكره التجميل
انوجدت لتحسن حياة الأشخاص. فمو غلط أبدا إنه يعملها. نحن ما عم نقول إنه غلط ولا بالعكس هو جزء منه ضروري. نحن اليوم حكينا عن التجميل والجراحة، ما حكينا عن لسه التجميل الغير جراحي. بس ليش في وقت محصور؟ يعني إنه بعد ما يمر الشخص بظروف صعبة، ليش مو قبل مثلا بحياته الشخصية العادية؟ ليش ما بيعمل تجميل؟ ليش حصرا إنه بعد الظروف؟ سؤال كتير حلو. هون في مشكلة اللي هي بيكون بمر بمرحلة التعويض. لأعطيكي مثال، مثل لما بتكون مثلا في فراغ عاطفي معين عند الشخص خصوصي السيدات، فبتلاقي التعويض تبعها هو انه تنزل كتير مثلا على السوق تشتري كتير ثياب او تشتري كتير اكسسوارات. هلا بتشوفي التوجه كتير للمجتمع، سواء شباب او بنات، في توجه كتير كبير على الاكسسوارات، على الكماليات. عم بيكون في كتير توجه على الاشياء التجميليه اللي هي مكمله، اللي هي ما لها اساسيه. فهون نحن بنحكي على عنصر التعويض. لما بيكون انا عندي فقد معين، فقدت شيء، في اشخاص، منصب بحياتي، انا ممكن في كثير اشخاص بالازمه اضطروا تماما اضطروا يتغير كل مجرى عملهم حتى يقعدوا بلا عمل. فهذا بيصير مع بعد ما يطلع من الصدمه بيصير في عنده سلوكيات تعويضيه منها التعديلات بالشكل. وقتنا معك خلص رندا، ونحن ما اجرى عمليات التجميل لاي صبيه حابه فعليا في شيء زعجة او لا شك فعليا حبي حالك مثل ما انت، واعملي اللي بتحسي فعليا بياثر على نفسيتك انت بعيدا عن بايجابيه بعيدا عن المحيط واراء الناس. بدنا نشكرك بالختام، شكرا كثير لك. شكرا لك، شكرا لك رندا، شكرا لك.